اهلا بحضراتكم من جديد وفقره كلها قوه كلها سخونه فقره ريمونتادا. واضح طبعا ان المصطلح ده بنستخدمه في كره القدم لما نكون متاخرين بهدف او بهدفين وبنرجع تاني نعمل ريمونتادا وبنحقق الفوز. الفقره دي بالفعل هيكون عباره عن رد على كل من يتطاول او يتجاوز او يشكك في اي شيء يخص النادي الاهلي، خاصة وان البعض ادعى الفترة الاخيرة ان في بطولات بتروح هنا وبطولات بتروح هنا، وانتوا عارفين البطولات دي بتروح ازاي، والكلام ده كله كان موجه لمجاملة اتحاد الكرة. لكن حد فكر يسأل نفسه هل بالفعل يا فارس اتحاد الكرة جامل النادي الاهلي ولا جامل اندية اخرى؟ الفقرة دي معانا ريمونتادا الفوز فيها مضمون، نتمنى كل اللي بيتقال الوثائق تقدروا تراجعوها وتقدروا ترجعوا لها عشان تتيقنوا ان احنا بنرد بالوثائق مش بالكلام المرسل. اول حاجه معانا بما ان اتحاد الكوره هل اتحاد الكوره جامل النادي الاهلي ام جامل انديه اخرى؟ نشوف اتحاد الكوره وهو الفيفا بيخطروا بتهديد خصم 6 نقاط من الزمالك في الخطاب اللي جه في 19/7 واللي ادى مهله يا احمد 60 يوم لحد 19/9 والا هيخصم 6 نقاط من الزمالك، وهدد فيها الاتحاد المحلي بإيقافه عن المشاركة في أنشطة الدولية ما لم يلتزم بالقرار. طب هنشوف هل نادي الزمالك سدد الغرامة في الموعد المحدد؟ مش دي بس المشكلة، هو نادي الزمالك هو اللي دفع أصلا فلوس الغرامة ولا اتحاد الكرة اللي واقف على مسافة واحدة كان ليه رأي آخر؟ هو الحقيقة لا نادي الزمالك دفع ولا اتدفعت اصلا في المده القانونيه. كل اللي حصل ان نادي الزمالك 6 نقاط ما اتخصموش، لا مش خلاص بقى كل اللي حصل ان نادي الزمالك بتاريخ 3 اكتوبر، يعني بعد اصلا كمان المهله ب 60 يوم، بعت لاتحاد الكره خطاب بيطالبوا فيه ان هو يسدد عنه المبلغ اللي الفيفا طالبه، نظير اللاعب كريم الحسن واللاعب الكسس من دومو واللاعب مانويل اجو. الغريب ان الزمالك هو بيحط يعني بيستعرض الامر في الخطاب، بيقول ايه؟ بيقول نرجو من سيادتكم سداد دفعات ماليه الى هؤلاء اللاعبين خصما من مستحقاتنا لديكم الوارده الى الاتحاد بالدولار من الاتحاد الدولي لكره القدم بسبب مشاركه لاعبي نادي الزمالك في كاس العالم، وتكون تلك الدفعات بالاولويه والمبالغ التاليه، وحدد الكريم الحسن 300,000 دولار ومن ضمنه 150 ومانويل اجوجو 150. الحقيقه فارس الكلام ده كان في تاريخ 3 اكتوبر. بس هو هنا السؤال، بغض النظر بقى هو المبلغ اتدفع ولا لا واتدفع في المدة الزمنية ولا، وبغض النظر حتى ان خطاب نادي الزمالك بيقول اذا كان هناك مديونية على نادي الزمالك بالعملة المحلية نرجو تأجيلها مؤقتا، هو هنا السؤال، هو اساسا الفلوس بتاعت مشاركة لاعبين في الاندية كانت وصلت من الفيفا؟ الغريب في الامر ان الفيفا ما اعلنش ان هو ارسل المستحقات بتاعت مشاركة الاندية في بطولة كاس مشاركة اللاعبين الخاصين بالاندية في بطولة كاس العالم الا في 4/12 بعد ما غرامة الزمالك كانت اتسددت من اتحاد الكورة اللي لبى النداء بصدر رحب لنادي الزمالك وحب يخرجه من الورطة دي بشكل غريب جدا غير احترافي وغير محايد، وبيلعب دور ما كانش دوره ابدا ومش عادل تجاه كل الأندية. لا، هو الكابتن ثروت سويلم كان بيقول او المدير التنفيذي ثروت سويلم كان بيقول ان الاتحاد واقف على مسافة واحدة، ولو اي نادي موجود في الظرف اللي كان فيه نادي الزمالك كان هيدعمه. لكن الحقيقة الكلام ده ما حصلش مع النادي الإسماعيلي لما اتخصم منه 6 نقاط، كان اتحاد الكرة وقتها لا أرى لا أسمع لا أتكلم. وعشان بس جماهير الإسماعيلي ما يحسش بأنها مظلومة، لا، الاتحاد أصلا يا فارس مع الإسماعيلي في أزمته الأفريقية خلى الاتحاد الأفريقي يتراجع عن استبعاد الإسماعيلي من البطولة، طبعا بالوسطات وطبعا بفكرة أننا نثبت أن الإسماعيلي أو جماهير الإسماعيلي ما كانتش مدانة، لكن في النهاية تراجع الكاف عن عقوبة نادي الإسماعيلي. وأنا من وجهة نظري دي كانت بالنسبة لي أول تراجع أشوفه في عقوبة صارمة، خاصة أن الكاف عقوباته بتتنفذ طبعاً. تمام، لكن هل ده حصل بقى مع النادي الأهلي في أزمته مع الترجي؟ ما حصلش الكلام ده، سيبنا المدير الفني للنادي الأهلي يتم إهانته من قبل الكاف، سيبنا لاعب وليد أزارو بيتم عقوبته، أنا بسميها العقوبة الذكية، لأن التعاقب 2 مباراة فقط لغير، فبيمنع النادي الأهلي من أنه يعمل يا فارس أي استشكال على الموضوع او انه يوقف الموضوع، فبالتالي حرمه من لعب مباراه النهائي امام الترجي. والنادي الاهلي لوقع شهيره في بيانه ادان عدم مسانده اتحاد الكره باي شكل من الاشكال، وادان وقوفه صامتا بيتفرج على المشهد، عشان المشهد خرج بشكل غريب جدا. لو جينا رتبنا الصوره كلها جنب بعضها وشفناها هنتاكد ان مستحيل يكون الاتحاد كان على مسافه واحده من الانديه
ولو هنتكلم عن مجاملات تمت مع الانديه مستحيل تكون مع النادي لا الأهل. وازاي على مسافه واحده من الانديه؟ هل الاعضاء الموجودين هل انت بتستشعر فيهم اصلا في ميل كده للنادي الاهلي؟ خلينا نتكلم عن كابتن احمد شوبير في الاخر، لكن هل الاعضاء الموجودين فيهم ميل للنادي الاهلي؟ تعالوا كده نستعرض تصريحات اعضاء مجلس اداره اتحاد كره القدم اللي هم المؤثرين في صنع القرار. هنبدا بالكابتن الاستاذ كرم كردي، كرم كردي، ونشوف الفيديو الخاص بمبادئ النادي الاهلي كيف يرى كرم كردي النادي الاهلي. اخيرا قريت بيان كابتن محمود خطيب للترشح؟ قريته النهارده. رايك؟ بيان عقلاني جدا، مش شايف ان في عيب ان هو الجزء اللي هو مخاوف على قيم ومبادئ الاهلي؟ ترشحت بسبب المخاوف على قيم ومبادئ النادي الاهلي؟ يعني بص، ما هقول لحضرتك حاجه، يعني ما هو دايما النادي الاهلي دايما يتشدق بموضوع ايه قيم ومبادئ ومش عارف ايه، لكن احنا اللي في المجال ما احنا عارفين ان هو من بره الله الله ومن جوه يعلم الله. من الاخر كلام صعب جدا، وانا باكد طبعا من حق الاستاذ كرم كردي يكون ليه ميوله وانتماءاته، ده شيء مختلف تماما عن ان انا اتكلم ان النادي الاهلي بيتشدق بمبادئه وانا طرف، ازاي اكون خصم وحكم في نفس الوقت، وازاي انال من مبادئ النادي الاهلي بالشكل ده، وازاي اتكلم عن النادي الاهلي من المنظور ده ومن الصوره دي. اللي بيتكلم بالشكل ده وشايف النادي الاهلي كده، هل على ترابيزه الاجتماعات هيكون وجهه نظره مسانده للنادي الاهلي؟ هل تعتقد ان ميوله هتكون اهلاويه؟ طب ما احمد اسامه هيقول لنا دلوقتي ميوله كانت ايه يا احمد. ده الموضوع ان هو اصلا عنده فيديو بيتمنى فيه بطل الدوري، تعال نسمع كان بيتمنى مين بطل الدوري ونرجع تاني. من هو بطل الدوري هذا الموسم؟ نقدر نحدد ولا صعب؟ والله انا خايف يبقى بيراميدز، لكن انا بكلمك كمشجع مصري. يعني حتى الان الزمالك هو اللي في المشهد اكتر، واتمنى طبعا، لان يعني ده شيء هيبقى كويس للكوره ان مش يبقى فريق واحد محتكر بطوله الدوري. بصراحه مبرر جميل جدا، هو امنياته ان الزمالك يفوز بالدوري مش عشان لا هو زملكاوي ولا ولاده زملكاويه زي ما اعلن، لا ده هو عشان فريق جديد غير النادي الاهلي ما بقاش محتكر الدوري، وكان فريق بيراميدز مثلا عنده 39 دوري مع النادي الاهلي، فالزمالك هو الاقل فيودي البطوله في اتجاه الزمالك. تبرير غريب جدا يا فارس. شيء غريب يا احمد، والاغرب كمان فكره ان انا اتحدى ان اي اعلام سواء منتمي لانديه منافسه او اعلام محايد يجيب اي تصريح لعضو في اتحاد الكره كان بيتكلم عن النادي الاهلي باي شكل ان هو يتمنى بطوله وهو على راس الاتحاد. وهنروح بعد كده هنشوف موقف اعضاء النادي الاهلي وكابتن شوبير كان ايه، عشان احنا بينا في الفقره دي. وحابب اقول حاجه يا احمد مختلفه تماما من كواليس التحضير للحلقه دي. احنا حبينا نتكلم في فكره لجنه الانضباط بتاعه الاتحاد الافريقي والعقوبات اللي خرجت على النادي الاهلي وجمهوره، واللي كان موجود في لجنه الانضباط الاستاذ كرم كردي، ولكن فريق اعدادنا غمري وقيشه وشادي صبري كان لهم راي اخر ان احنا ما ينفعش يا احمد نستعرض حاجه بدون دليل، مفيش دليل ان هو وجه راي معين بشكل معين، واحترمنا ده وقلنا هنذكر الفقره دي ان احنا ما بندنش استاذ كرم كردي فيها باي حاجه، ولكن بنتكلم ان المنطق بتاعنا بنتكلم بالادله والبراهين. على العكس في برامج تانية بتتكلم من البدايه للنهايه بكلام مرسل، وده مش هتلاقوه ابدا معانا. وحبينا بس نعرفكم ازاي احنا بنشتغل وازاي بنقدم شكل مختلف تماما. ده انت لو قلقان من فكره تمني الاستاذ كرم كردي فوز الزمالك، طب ما تيجوا نسمع اللي اعلن اصلا مساندته ودعمه للزمالك في اوقات غريبه جدا، استاذ احمد مجاهد. طول عمري بشيل الناس على راسه، بقول لك ايه، طول عمري بخدم الناس واولهم نادي الزمالك. لا لا عمرك ما خدمت نادي، والله خدمت نادي الزمالك، اقسم بالله انا مأيد احمد علي الساعه 12 الا ربع مساء حضر تجول. ايه اللي قدامك؟ غلط ليه؟ غلط ليه؟ النادي هيلعب في افريقيا. عندك عندك مواعيد يا ايام حضرتك، ايام حضرتك احمد سمير فرج حضرتك بعت عشان التوقعات ما اتعملتش بال 80,000 جنيه بتوع القيد، ايدناه لحضرتك. عمر جمال اخر يوم في افريقيا. ايه اللي وداك؟ اسمع بس الاخر. عمر جمال، طب سيبني اقول لحضرتك، اوضح لحضرتك نقطه بس. عمر جمال اخر يوم في قيد افريقيا، عمر جمال في رسوم 700 وشويه الف للزمالك، احنا ما وقفناش القيد عشان الزمالك يلحق يقعد في افريقيا. وعمر جمال ده القيد يوم 20. وعمر جمال ده بيلعب في الزمالك؟ لا ماليش دعوه انه مشي، انا بتكلم لما جيت. استاذ احمد مجاهد بيقوم بدور باقرب لفيلم المهمه المستحيله ميشن امبوسيبل،
ودور توم كروز وهو بينزل وبيسجل وبيعمل وبيقيد لاعبين في أوقات ما كانش ينفع فيها القيد باعترافات مسؤول في اتحاد الكورة واعترافات اللاعب نفسه اللي ليه فيديو مش هنستعرضه عشان الوقت، ولكن نعتقد ان النادي الاهلي كده لسه بيتجامل ولا فيه كمان من رأس منظومة الاتحاد يا احمد. نروح بقى الاستاذ هاني بريدة رئيس الاتحاد ونشوف رأيه ايه. كنت اخشى الاصطدام به محمود طاهر مرتضى منصور كرم كردي. لا مرتضى طبعا تخشى الاصطدام بيه؟ ما مرتضى مفيش حد يجي جنبه، الاصطدام بيه صعب. تخشى الاصطدام بيه؟ ماشي. لا انا بقول لانه فضيحه. اعتقد تصريحات واضحه جدا لمسؤولي اتحاد كره القدم، وانا عارف ان في ناس هتقول طب ما انت عندك كابتن احمد شوبير، وكابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد كره القدم، ازاي تجنبه من فكره ان هو ممكن يجامل النادي الاهلي؟ الحقيقه الكابتن احمد شوبير كان له مواقف واضحه جدا، يمكن كمان ازمه مباراه الزمالك والانتاج اللي اتاجلت من 1 مايو ل 15 مايو ل 30 مايو، كان الكابتن احمد شوبير اول تاجيل ليها 1 مايو كان طلب تعهد من نادي الزمالك مكتوب بلعب مباريات بتاريخ 9 تاريخ 12 تاريخ 15. هل نادي الزمالك لعب مباراة الانتاج الحربي يا فارس؟ لا طبعا مباراة الانتاج الحربي ما تلعبتش، ولعب الزمالك يومي 9 و12، ورغم حرص كابتن احمد شوبير وهنا شيء ما يخصش مصالح النادي الاهلي بقدر ما هو حريص على المسابقة، ما تنفس الالتزام بالخطاب اللي بناء عليه اتأجلت مباراة الانتاج في الاول قبل مباراة نهضة بركان، وما تلعبش المباراة بعد كده وتلعب مباراتين بس من التلاتة الاقر نادي الزمالك بلعبهم. في حاجة كمان حابين نقولها لكابتن شوبير، لأن احنا عصرنا في وقت ما كنا بدأنا ندخل مدرج فكرة كابتن أحمد شوبير كان ليه موقف شهير جدا في 2006 لما رفض تأجيل مباراة إنبي في الدوري قبل مباراة الصفاقسي، وأثار غضب جمهور النادي الأهلي بشكل مش طبيعي وقتها، ولكن كابتن أحمد شوبير كان ليه موقف واضح من زمان، الموقف اللي يخص مصلحة المسابقة مش لأي طرف، وهنستعرض كمان لأن كابتن أحمد شوبير ليس دفاعا عنه لأن الخبر ده ناله منه كتير قوي. لا ولناء الخبر ده الأستاذ إسلام صادق. إسلام صادق كان في مصر اليوم وقتها، هو اللي قال فكرة معارضة كابتن أحمد للتأجيل، وكانت مشكلة مع كابتن سمير زاهر وقتها بالزبط. كابتن أحمد شوبير لأن ناله منه كتير قوي، وليس دفاعا عنه والله، ولكن دفاعا عن فكرة إن مش معقولة إن الشخص اللي بيتكلم في مصلحة المسابقة هو اللي يجي احوله ان هو لو عايز يجامل النادي الاهلي كان طلع بتصريح 3 يناير ان جيرالدو مش هينفع يتقيل ولا ينفع يلعب مباراه بيراميدز في الوقت اللي يوم الجمعه اتقيد فيه عبد الله السعيد وعمرو مرعي. تعالوا نسمع كابتن احمد شوبير وهو بيتكلم عن ازمه جيرالدو. جيرالدو لم يتم قيده، وبكره الجمعه اجازه في اتحاد الكوره، وهو موجود في القائمه على سبيل التاقلم فقط لا غير، ومش هيلعب مباراة بكرة، واللي موجودين في القائمة بكرة 19 مش من ضمنهم في 18 جيرالدو. أعتقد فيديو واضح جدا أو تصريح واضح جدا من كابتن أحمد شوبير إن الأهلي مش هيقدر يقيد جيرالدو يوم الجمعة لأن يوم الجمعة إجازة، لكن اتقيدت أندية تانية ولاعيبة تانية في أندية تانية، ويمكن عبد الله السعيد اتقيد اليوم ده وصنع الفارق وفاز نادي بيراميدز على النادي الأهلي بوجود عبد الله السعيد، يمكن أحرز هدف وعمل أسيست. فلو كان كابتن احمد شوبير عايز يجامل النادي الاهلي كان يقدر يمنع ده زي ما كان بيقول ان الجمعه اجازه. الغريب كمان ان كابتن احمد شوبير في ازمه المؤجلات لما انفجرت في نهايه شهر مايو، الاستاذ هاني بريده شكل لجنه برئاسه الكابتن احمد شوبير. اللجنه دي المفروض قعدت بحثت، وكان موجود منسق من الاتحاد وكان موجود الحاج عامر حسين، وقالوا خلال يومين هيطلع جدول جديد في محاوله انهاء الدوري قبل أمم أفريقيا أو قبل معسكر انضمام المنتخب. إيه اللي حصل مع اللجنة دي؟ تعالوا نشوف تصريحات كابتن أحمد شوبير والحاج عامر حسين. الحقيقة ادينا فرصة كبيرة إن احنا نحل أكتر من مشكلة، وكان في تصور أنا اشتغلت فيه وحضرته على إن متوقف كل الكلام دوت على موافقة مستر أجيه ومصلحة المنتخب الوطني. انما النهارده لما اتصلت بالمهندس هاني قلت له كابتن هاني، قال لي التاجر رافض ان هو يلخبط المعسكر بتاعه، وبالتالي لما كابتن هاني قال لي كده بعت للانديه واعلن ان احنا على الجدول اللي احنا طلعناه في الاخر. حتى اللجنه اللي اتشكلت
برئاسة كابتن أحمد شوبير حققت أهداف مختلفة تماما عن أهداف النادي الأهلي، وأعلنت فشلها في إن هي تنفذ، مش بيان النادي الأهلي، تنفذ إنقاذ المسابقة، ورجعت المسابقة استؤنفت. ده احنا عايزين نسمع أصلا الكابتن أحمد شوبير بقى بنفسه وهو بيعاني الأضرار اللي أنت بتقول عليها. مظبوط مظبوط. نسمع كابتن أحمد شوبير. بالنسبة للدوري المصري ومشاكله الحقيقة، والإعلان المفاجئ والمباغت، قول كلام وأنا بعنيه، من لجنة المسابقات على عكس قرار اتحاد كرة القدم المصري، وبقول كلام أنا مسؤول عنه تماما، إعلان غير قرار مجلس الإدارة خالص بجدول الدوري الغريب، لأنه كان في لجنة مشكلة وكان في مجلس إدارة واتخذوا القرارات، ثم فوجئ الجميع وأولهم أعضاء مجلس إدارة بقرارات غير بقرارات بجدول من لجنة المسابقات أو بترتيب مباريات غير اللي تم في مجلس الإدارة، وتم ثم فوجئ الجميع بترتيب مختلف تماما عن ما تم الاستقرار عليه. حتى دي مش هتقدروا تقولوا ولا حتى تدعوا ان هي اتنفذت بشكل يخدم مصالح النادي الأهلي، لأن فيما بعد بطولة كأس الأمم استؤنفت المسابقة. على فكرة حابين كمان نفكركم ان كابتن أحمد شوبير توقع فوز الزمالك ببطولة الدوري، مما أثار غضب جمهور النادي الأهلي، وهنا بنقول توقع وليس تمنى زي ما عمل أستاذ كرم كوردي. تحديدا الزمالك يقترب من درع الدوري بعد فوز الزمالك على المقصة، كان تقريبا باقي 17 أسبوع تقريبا على المسابقة، فكان كابتن أحمد شوبير توقع أن الدوري يقترب من الزمالك. الحقيقة أدي كابتن أحمد شوبير، أنا يمكن فاكر جدا فارس بعد اللجنة دي طلع الكابتن مدحت شلبي وقال تحديدا ان اللجنه دي اتحطت كده كديكور، ما عملتش اي حاجه خالص، فيما يعني ان ما كانش فيه اي سلطه للكابتن احمد شوبير في خدمه النادي الاهلي، بل بالعكس هو كان بيخدم اللي هم اعترفوا بيه بعد كده، وقالوا ان احنا اتضرينا لما الدوري تم استكماله بعد امم افريقيا. حابب يا احمد اكد ان قناه النادي الاهلي قدمت ردود متكامله امبارح، ملك وكتابه شفنا وهو بيرد على قضيه المؤجلات، والنهارده ردينا على فكره مجاملة اتحاد الكرة للنادي الأهلي، واعتقد كل الوثائق موجودة وكل اللي قلناه بأدلته. لو عندكم ردود من غير كلام مرسل قولوها، وبرضو هنعمل مرة تانية ريمونتادا. اعتقد الامر بقى متضح جدا في قضية اتحاد الكرة، واعتقد بقى واضح مين اللي اتجامل، واعتقد ان مش احنا اللي هنرمي كلام مرسل ونقول اصل البطولة بتروح هنا او بتروح هنا عشان ما انتوا عارفين. لا، لو احنا فتحنا مسار البطولات وتكلمنا ببطولات حلال وحرام، مش هتعرفوا تعملوا رومنتادا علينا. نتمنى نكون وفقنا في حلقة النهاردة وهي الحلقة الأولى لينا، ونتمنى كل الدعم من جمهور النادي الأهلي، وفي انتظار أي حد احنا هندافع عن النادي الأهلي، وده ملعبنا، ولكن بقوانيننا احنا، القوانين اللي بتتماشى مع مبادئ وأخلاقيات النادي الأهلي. احنا عندنا مفيش أدنى مشكلة في انك تتناول النادي الأهلي، احنا كده كده مشتركين تحت اتحاد واحد، لكن احنا مشكلتنا في التطاول. لو انت قادر تعمل التطاول ده احنا اكيد مش هنقدر فارس، ومش هنرد بالطريقه دي، احنا هنرد بالمنهج اللي انتوا شفتوه في اول حلقه، وان شاء الله هو اللي يكمل معانا الاخر. بنشكر مخرجنا عماره، وبنشكر فريق اعدادنا قيشو وشادي صبري وغمري، وان شاء الله نلتقيكم في حلقات فيها حاجات افضل كمان بكتير جدا ان شاء الله. ان شاء الله سعدت بيك يا فارس في اول حلقه. انا يا احمد سلام.